في رقم صادم أعلن أن عدد اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم وصل إلى نحو 120 مليون شخص. مش وضع إنسان أصلا. وين الروح؟ وين الروح؟ الناس ما عندها حاجة، ناس تعبانة، ناس تجردت، دولة الإمارات قدوة حسنة لمنطقة الشرق الأوسط. لازم نظهر للعالم مو بالمبنى الموجود، الإنسان اللي موجود الإمارات وما عندنا شيء. لا نتأخر في دعم الصغير والصغير والمنكوب والمحتاج أينما كان. في الإمارات ربنا يعظم أجركم. الحمد لله أنكم ساعدتونا. لا نبتغي بهذه الأعمال مفاخرة أو تباهي بين الناس، يكفينا رضا الخالق ودعوات المخلوقين.